صورة تعود للعميد الركن جوي جمعة بن طالب الجابري قائد قاعدة غلا وآمر أكاديمية السلطان قابوس الجوية سابقاً. حفظ الله جلالة السلطان المعظم في حله وترحاله ومتعه بالصحة والعافية وحفه بعنايته وأبقاه سنداً وذخراً وفخراً لعمان وأهلها الأوفياء. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.